Welcome everyone في المحاضرة الثامنة Lecture 8 من Project Contracts أو عقود المشاريع. المحاضرة بتاعتنا هتكون متقسمة ل 2 sections كالعادة. في ال 2 sections احنا بنكمل فيهم البنود الأساسية اللي بتكون موجودة في كل العقود تقريبا. في ال section 1 هناخد 4 بنود, section 2 غالبا هناخد 5 بنود بسيطين وسهلين. تعالوا ايه نمشي كده بند بند مع بعض. البند الاولاني هو العلاجات او العلاجات المتخصصة او العلاجات اللي بنحطها في العقد علشان نضمن انه يعني نضمن مستوى اداء عالي, بحيث انه لو الطرف التاني قل عن مستوى اداء معين بنبقى كأننا يعني ايه مكتبين العلاجات اللي هو المفروض يعالج بيها مستوى اداءه. فالريميدز فور بريتش او علاجات نتيجة للخرق او الاختراق. تعالوا كده ايه ناخد لمحة مع بعض. As noted in the previous section, بيقول كده انه زي ما احنا كنا بنتكلم في نهاية المحاضرة اللي فاتت انه نادرا نادرا ما بيكون في الاتفاقات التجارية بتاعتنا, وده احنا بنتكلم قانونيا يعني بنتكلم على العقود اللي موجودة في ارض الواقع, نادرا ما بتلاقي انه في عقود فيها الجزء بتاع العلاجات او سبل الانتصاف. لو تفتكروا ليه هقول لكم. فاكرين في محاضره من المحاضرات قلت لكم انه ساعات كتير قوي العلاجات او سبل الانتصاف دي لما بنيجي نحدد الاضرار ونحدد العلاجات بنلاقي انه التكلفه اللي الشخص هيدفعها في العلاجات اكتر بكتير اصلا من تكلفه المشروع نفسه. فساعات في مشاريع معينه في طبيعه مشاريع معينه بنعمل ايه, بنتجنب الجزء ده خالص مش بنحطه اصلا. فهي السلايد ده بيقول لك انه مش كتير العقود بتدخل الجزء ده جوه اصلا البنود بتاعتها, ده مش الطبيعي بيحصل. فبيقول لك باستثناء يعني انه في امثله معينه او ده مثال مثلا منصوص عليه, ده مثال موجود للنص اللي بيكتب بيه العلاجات لما بيتذكر في العقود. هقرا لكم النص كده بالعربي. فبيقول كده باستثناء ما هو منصوص عليه صراحه في اتفاقيه المورد دي, فان اي حق او تعويض بموجب هذه الاتفاقيه او بموجب القانون اللي معمول بيها ليس حصريا ولا يمنع هذا الطرف من ممارسه اي حق او تعويض اخر قد يكون متاح له. بمعنى ايه؟ بمعنى انه مفيش وكأنه مفيش شكل واضح, الطرف بيقول وكأنه مفيش شكل واضح من العلاجات. احنا مش هنحط شكل واضح من العلاجات, لكن الطرفين هيمارسوا حقهم في ان هم يختاروا شكل العلاج المناسب لما يحصل ضرر يعني. وبيقول كده انه تعتبر اي وجميع الحقوق والتعويضات الخاصة بشركة التصنيع بموجب هذه الاتفاقية تراكمية وليست مستثناة من اي حق او تعويض اخر ممنوح بموجب هذه الاتفاقية وما الى ذلك. بمعنى من الاخر يعني هم عايزين يقولوا انه يس الطرف الاخطأ هيبقى عليه عقاب او مش عقاب, هيبقى عليه او ملزم انه هو يعمل علاج معين او يقدم علاجات معينة, لكن في الاتفاقيات المعتاد ان هما ما بيكتبوش سبل العلاجات المعينة, وده علشان ما بنبقاش عارفين وكأننا ما بنبقاش عارفين يعني نخمن الاضرار اللي هتحصل فنخمن على اساسها العلاجات. وساعات حتى لما بنخمن العلاجات بيبقى زي تكلفتها اعلى بكتير حتى من تكلفة العقد كله اللي احنا داخلين فيه او المشروع اللي احنا داخلين فيه. فبنقول بنحط بند كده اسمه بند انه ده دي بند العلاجات او سبل الانتصاف, مش حاطين فيه شكل معين من العلاجات, لكن بنقول انه الطرفين بيمارسوا حقهم ان هم يطلبوا العلاج المعين لما يحصل اي ضرر او خرق معين بموجب الاتفاقية دي او بموجب الالتزامات اللي موجودة على الطرفين في الاتفاقية دي. فبيقول لك كده انه in fact في الحقيقة يعني the only types of agreements that regularly include clauses
باسم الـ remedies for breach are traditionally one-sided types of agreements such as banking agreements, loan agreements, security agreements وهكذا. يعني ايه؟ بيقول لك انه في بقى نوع معين كده من انواع العقود، وانا عايزاكم تركزوا في الحتت اللي بيبقى فيها استثناءات عامة. في نوع معين من انواع العقود بيكون فيه شكل العلاجات ده شكل واضح وصريح ومحدد ومنطقي كل حاجة. العقود دي اسمها one-sided types. يعني ايه one-sided types؟ دي العقود اللي بتبقى من الاخر من طرف واحد. عارف لما انت زي ايه؟ زي عقود مثلا القروض من البنك. لما انت تروح تاخد قرض من البنك، هل بتتفق مع البنك على العقد وتقعد بقى تتناقش معاه في بنود العقد؟ اكيد لا، هو بيبقى البنك هو اللي بيقدم لك العقد بتاعه وانت بتمضي. فده اسمه one-sided type. one-sided type يعني عقد من طرف واحد، يعني طرف هو اللي بيحط العقد تماما، هو المتحكم في العقد تماما، الطرف التاني بيمضي بس. فانا بروح اخد قرض من البنك وهما بيبقوا حاطين الشروط بتاعتهم كلها. انا من الالتزامات اللي عليا في العقود مثلا بتاعت القروض دي انه انا مثلا هسدد مبلغ شهري بقيمة كذا، اوكي، عشان اسدد قيمة القرض على مثلا 10 سنين، فهسدد مبلغ شهري بقيمة كذا. طيب في العقد بيبقى كاتب لك انه in case، في حالة انه انا ملتزمتش بتسديد هذا المبلغ، هيتوجب عليا بقى العلاجات. بقى اعالج ازاي بقى؟ يا اما اقدم ضمان مش عارف بشقتي، ضمان بعربيتي، ضمان بمرتبي، ضمان مش بعرف ايه. طيب الضمانات دي ما نفعتش، هتتسجن، هتروح على المحكمة، او هتزيد عليك الفايدة مش عارفة بنسبة كام في المية، وهكذا. بيبقى فيه اشكال كتيرة قوي من العلاجات، واللي بتبقى طبعا مرتبطة ارتباط كبير بالضمانات، وده اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية. فلما بيكون العلاجات مفصلة قوي كده، غالبا بيكون العقد عقد اسمه one sided type، او عقد من جانب واحد. هو ده اللي انا كنت بحاول اقوله. وبيقول كده انه كمل لكم البارت اللي بعده. بيقول كده انه instead consequences for breach are often addressed directly or indirectly across a number of unrelated sections of an agreement. يعني بيقول لك انه على الرغم من انه شكل من اشكال او العلاجات او سبل الانتصاف بشكل عام مش بتكون مكتوبه بشكل واضح الا في اشكال معينه من العقود زي الone sided types زي ما قلنا من شويه، الا انه عامة يعني من الآخر العلاجات دي بتبقى متوزعة على أقسام كتير. فمثلا القسم بتاع الوقت التسليم، القسم بتاع حدود المسؤولية، القسم بتاع الوقت إمتى ينفع أنهي إمتى ينفع أنهي الأجريمنت بتاعي. مثلا كنا بنتكلم في المحاضرة اللي فاتت، ده شكل من أشكال العلاجات. أنا ممكن أنهي الأجريمنت لما الطرف التاني يعمل حاجة معينة، فأنا خلص شكل من أشكال العلاجات أن أنا أنهي الأجريمنت. فبيقول لك أنه يس، ساعات كتير مش بتكون العلاجات واضحة ومباشرة، لكن بتبقى موجودة في أقسام تانية أو متوزعة في أقسام تانية. وبينهي الباراجراف ده ويقول لك إنه لكن العلاج على مستوى الأداء الضعيف، إنه مستوى الأداء يبقى ضعيف كده in general، وأقول له هي وحط له كده زي بنود وقواعد في القسم ده، ده مش دارج قوي في الجزء تبع العقود. بيتكلم في الجزء ده عن حاجة اسمها tailorated remedies أو العلاجات المخصصة. بيقول لك عموما يعني remedies is simply a difficult topic. العلاجات بشكل عام هي موضوع صعب انه احنا نتناوله، زي ما كنت بقول لكم، لانه اوقات كتير قوي انا مش بعرف اتوقع اللي جاي، واوقات كتير قوي حتى لما بتوقع اللي جاي مش بعرف احط على اساسه علاجات معينة او سبل انتصاف معينة. فبيقول لك انه احيانا كتير قوي في الكونتراكت الطرفين بيفضلوا ان هم يسيبوا الجزء بتاع العلاجات ده زي ما كنا بنقول. يقول انه a wise contract negotiator، انه المفاوض الجيد بقى، المفاوض الحكيم، لما نيجي نتفاوض مع بعض كده واحنا بنكتب العقد، لازم يلاقي طريقة معينة. He needs to find a way و he needs to find language، لازم يلاقي لغة معينة بتخليه يحط شوية حاجات حتى لو في بنود مختلفة
ليها علاقة بأن هو يضمن حقه لو الشخص أو الطرف التاني ما عملش الأداء المتفق عليه. فزي مثلا right of termination أنه له حق الإنهاء، right of fees reduction مثلا له حق أنه هو يعمل يخفض الرسوم اللي هو هيدفعها لو الشخص التاني ما عملش الأداء بالشكل المعين، ياخد credit من الشخص التاني أو فلوس من الشخص التاني، أو يعمل refund لو كان دفع مبلغ معين يسترده مرة تانية، وهكذا. Where appropriate لما يكون مناسب انه يحط البنود بالشكل ده ويحط القواعد بالشكل ده، لازم يبقى عارف انه ده شكل من اشكال العلاجات، لازم يكون عارف ان اشكال العلاجات دي مش بتتكتب بشكل واضح في كل العقود، وبالتالي لازم النيجوشيتور يكون حكيم للغاية هو بيكتب الشكل او هو بيكتب البنود دي، حتى لو هيوزعها او هيحطها في سكشنز تانية او في بارتس تانية او في اجزاء تانية من العقد. تعالوا كده نقرأ المثل ده، انه المثل ده هيدينا لمحة كده عن اللي احنا بنقوله. بيقول في المثل ده انه في حال فشل شركة فورمز، دي شركة كده، في حال فشلت في ان هي تسلم المستندات الضريبية للعملاء تبع مؤسسة مالية كده بحلول تاريخ الاستحقاق. يعني الشركة دي شركة ضرائب، حلو، وبتتعامل مع عملاء بتوع مؤسسة مالية. المفروض الشركة دي ملتزمة انه هي تسلم مستندات ضريبية، المستندات الضريبية بتاعت العملاء بتاعت الشركة التانية اللي هم عاملين معاها التعاقد. فلو الشركة دي فشلت ان هي تسلم المستندات الضريبية في الوقت المتفق عليه، المؤسسة بقى المالية اللي هي العملاء بتوعها هتكون حرة ان هي تحمل كل التكاليف اللي تشوفها ضرورية، كل التكاليف بكل أشكالها على الشركة اللي هي فورمز اللي هي ما سلمتش المستندات الضريبية، والتعويض بيكون يعني بناء على النفقات اللي الشركة دي بتقولها أو الشركة دي بتحاول تحسبها. يعني ده الشكل بتاع العلاجات اللي بيكون مكتوب. بيقول لك in such case او في الحالة دي، اللغة بتاعت العقد ده التعليق بتاعنا، يعني انه في الحالة دي اللغة اللي مكتوب بيها العلاجات اللي فوق دي بتضمن ايه بقى؟ بتضمن انه التعويضات هتحصل، وبتضمن انه يعني انه في زي شكل من اشكال العلاجات، ولكن وعليه لازم يكون وعليه انه في الحالة دي المؤسسة المالية لازم هتقدم تقرير شهري. تقرير الشهري ده هيفيد او هيوفر حساب النفقات اللي هو عمل. بمعنى ايه؟ هقول لكم دلوقتي موضوع مفتوح، طرفين، طرف ما عملش ما قدمش المستندات الضريبية، فالطرف التاني قال لك اوكي اذا انا هجمع التكاليف والنفقات وانت هتتحملها. ايه اللي يضمن انه المبلغ اللي انت مطلعه هي فعلا التكاليف والنفقات؟ فلازم الشركة المتضررة اللي هي هتجمع التكاليف والنفقات علشان الطرف التاني يدفعها، لازم تقدم تقارير شهرية. التقارير الشهرية دي وإيصالات وإيداعات ومش عارفة ايه، بتثبت فيها التكاليف والنفقات اللي هي تكبدتها بجد. يعني من الآخر بتثبت ان المبلغ اللي هي المفروض هتطالب بيه الطرف التاني ده مبلغ بجد من حقها. فاز لونج از العلاجات مكتوبة بشكل للدرجات دي عام وللدرجات دي مش محدد، لازم نحدد او لازم الطرف التاني يكون بيقول هو هيحدد نفقاته وتكاليفه على اساس ايه، علشان الطرف اللي هي المؤسسة الضريبية دي على الاقل وهي بتمضي على العقد ده تضمن انه المؤسسة المالية التانية مش هتستغلها ومش هتضحك عليها ومش هتاخد نفقات وتكاليف اكتر بكتير من المشكلة اللي حصلت. يعني من الاخر ده النيجوشيتر او ده اللي كنت بقول لكم انه ده لازم اللي بيعمل العقد اللي بيتعاقد يكون ذكي انف ان هو يعمل اللغة بالشكل ده، منها نضمن حقي ومنها بطمن الطرف التاني اللي حتى لو هو قصر في مستوى ادائه ما تقلقش انا هقدم لك ما يثبت انه التكاليف والنفقات اللي انا بقول ان انت المفروض تدفعها بجد تكاليف ونفقات حقيقية.
وكأنه الموضوع فاهمين حقيقي يعني. فبيقولك in this case the contract also included language elsewhere stating that remedies were simulative. يعني ايه؟ بيقولك انه في الحالة دي لغة العقد ممكن في مكان تاني, ممكن في بند تاني تقولك انه التكاليف تكاليف تراكمية. يعني ايه تكاليف تراكمية؟ يعني انا لما باجي من الاخر لما بتيجي انا بدفعلك مش بدفعلك دلوقتي, يعني لما بتقدم لي مستند ضريبي معين مش بدفعلك قصاده دلوقتي. لكن احنا اتكلمنا على انواع العقود, في عقود احنا بندفع في الاخر خالص, وحتى لما كنا بنتكلم في payment after performance او في المحاضرة اللي فاتت او في المدفوعات بعد ما بستلم انا الاداء بتاع الطرف التاني, فانا بدفع في الاخر. فلو انا بدفع في الاخر الموضوع بيبقى ابسط شوي لانه بقدر وكأنه اخصم براحتي, مش لازم الشركة التانية تدفع لي التكاليف والنفقات حالا, يعني مش حصرية. لكن مادام احنا كده كده بنتحاسب في الاخر فاوكي نخصم براحتنا. فلغة العقد لازم توفر زي نسبة معينة كده, لو انا اصلا بعمل في الاخر اوكي وفر نسبة, لو حصل كذا كذا هنخصم من المدفوعات اللي انت هتستلمها مني, يا مؤسسة يا ضريبية, هنخصم منها مثلا 10% 20% وهكذا. بيقولك remedies like those in the above example are extremely difficult to negotiate. يعني الشكل ده من أشكال العلاجات صعب جدا جدا التفاوض عليه, لأنه طول الوقت المناقشات بتبقى رايحة جاية, طول الوقت الأطراف بتبقى حاسة أن الأطراف التانية جاية عليها أو جاية على حقوقها أو هتستغلها أو هتقف لها على الوحدة أو هتمسك لها على الغلطة حتى لو غلطة بسيطة وما إلى ذلك. فعلشان كده لازم يكون أحكام العلاجات مرتبطة بأحكام التأمين اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية. الحاجتين مرتبطين ببعض, الحاجتين التأمين أو الضمان, الحاجتين مرتبطين ببعض. لما بقدم ضمانات معينة ده بيساعدني أعالج, أو أتليست بيساعد أنه أنا ما أحرقش وقت كبير في العلاجات وأقعد أشوف علاجاتي كم وأضراري كم وهكذا. فكرة الضمان في حد ذاتها دي فكرة متعارف عليها, شبه الضمانات اللي بنقدمها للبنك وهكذا. ندخل على الجزء اللي بعده اسمه liquidated damages أو الأضرار الناجمة. بيقول لك كده انه in any situation where a buyer is contracting for critical products or services and the timely delivery of those products or services per the agreed specifications is imperative, and where the buyer has sustained leverage, it should consider imposing additional remedies in the form of liquidated damages. يعني ايه بقى؟ انه بيقول لك انه in general في العموم انا مش هعرف احدد الاضرار بتاعتي. زي ما كنا بنقول الموضوع صعب احدد الاضرار بشكل عام كده, فاهم اللي هو ايه؟ انا داخل العقد ومتعاقد على حاجة وانا وانت عندنا زي التزامات معينة في العقد, فيلا نخمن الاضرار اللي ممكن تحصل لو انت ما عملتش الالتزامات بتاعتك. ده مش سهل, ده صعب. لكن ده بيبقى أسهل وده لازم يتعمل لما العقد بتاعنا بيكون عقد على منتجات وخدمات لازم تتسلم في وقت معين, والوقت المعين ده هو معيار الجودة أو معيار أدائي. فمثلا منتجات ألبان, مثلا منتجات ليها صلاحية معينة زي الأدوية, ما ينفعش تيجي تسلم لي منتجات الأدوية أو منتجات الألبان اللي هي بتبوظ بسرعة جدا وبتفسد بسرعة تسلمها لي بعد تاريخ صلاحيتها. دي حاجة كريتيكال, دي حاجة ما ينفعش. مثلا حاجة تانية, لو انا متعاقد معاك انه انت هترد على العملاء بتوعي على الانترنت, متعاقد انك هترد عليهم تايملي يعني في خلال 5 ثواني, شبه مثلا الكول سنتر او المراكز اللي بنتصل بيهم عشان نطلب مساعدة الكول سنتر بتاعهم. لو انت كل مرة على طول السيستم بتاعك اوريدي بيأخر لي العملاء 10 دقايق, يبقى العقد اصلا جوهره بايظ, لانه جوهر العقد هو التايمينج. لما بيبقى جوهر العقد بتاعي استلامي للمنتجات او الخدمات بتاعتي منك استلام معتمد على الوقت, الوقت حاجة كريتيكال, الوقت حاجة اساسية في جودة الخدمة او المنتج اللي انت هتديها لي, اذا لازم اعمل حاجة اسمها الاضرار الناجمة, او احدد او زي اقول ايه الاضرار اللي هتنجم عن اللي هيحصل ده, الاضرار اللي هتنجم عن
لو انت ما سلمتش المنتجات بتاعتي في الوقت المعين. وعليه لازم لازم، ودي بتبقى تحت البند اللي اسمه liquidated damages، لازم اعمل ايه؟ لازم اجمع الفلوس، او زي اقول المبلغ التعويضي اللي انت هتعوضولي لو انت ما سلمتليش اللبن في الوقت المعين، او لو ما سلمتليش الادوية في التاريخ الصلاحية المعين، او ما ردتش على العملاء بتاعي in مثلا 10 seconds 5 seconds وهكذا. لازم يبقى فيه مبلغ amount، لازم يبقى فيه specified amount احنا بنحطه كمبلغ تعويضي انت هتعوضني بيه. دي الحالة اللي فيها انا اقدر احدد الاضرار بتاعتي، واقدر احدد تكلفتها، واقدر وقانونيا لما نيجي نروح للمحكمة قانونيا المحكمة تحكم في صالحك انت. طيب بيقولك علشان تقدر انت تحدد الاضرار بتاعتك وتكتبها، it must be drafted with careful reference to، يعني لازم انت وانت بتكتبها، لانك انت اللي هتكتب اضرارك، فلازم وانت بتكتبها تكون بتكتبها بناء على المعايير اللي جاي. رقم واحد، تكتبها بناء على الحقائق والظروف المحيطة بالاتفاقية، يعني تكتب ليش حاجة في الخيال، حضرتك مرتبط بالظروف اللي انت فيها انت والطرف التاني في العقد، حضرتك مرتبط بالحقائق اللي موجودة فيها سواء بقى اقتصادية مناخية ثقافية وما الى ذلك، فما تجيش تحط لي أضرار وتعويضات عن الأضرار دي لا تمت بصلة بالحقائق والظروف اللي ليها علاقة بالاتفاقية. ماشي، لازم وانت بتعمل ده تكتب الأضرار اللي هتتحط عليك أو اللي انت هتعاني منها بسبب عدم أداء الطرف التاني. الطرف التاني ما سلم لكش اللبن، طب ده هيعمل فيك ايه؟ ده هيعمل في شركتك ايه؟ ده هيعمل في مبيعاتك ايه؟ طيب الطرف التاني اللي المفروض يبقى مسؤول ان هو يعمل يرد على العملاء، ما ردش على العملاء في الوقت المعين، واحنا متفقين ان الوقت عامل اساسي وجوهري، دي المحور بتاعنا. اوكي، ده هيعمل في العملاء بتوعي ايه؟ هل انت قدم او هل انت مثلا عندك تاريخ بيقول انه لما ما تردش على العملاء في وقت معين العملاء بيسيبوك ويروحوا للشركة المنافسة؟ تقول تشرح بوقائع الأضرار اللي ممكن تصيب شركتك ومشروعك لو الطرف التاني ما قدمش الخدمة دي بالشكل المعين في التوقيت المعين. رقم ثلاثة، إنه إزاي زي ما كنت بقول لكم، ده الشرح المفصل، إنه مثلا هو لو اتأخر عليك في كيس لبن غير لو اتأخر عليك في الدفعة فيها 16 فيها 20 فيها 100 كيس لبن، فتقول حتى الدفعات بتأثر عليك ازاي، او الاماونت او الكمية بتأثر عليك ازاي، هل من اول ضرر انت هتدفعه مبلغ قد كده، ولا بعدد معين من الاضرار ده بجد هو اللي هيكون مؤثر على مشروعك، وبالتالي انت هتحتاج انك تاخد معاه او تاخد منه تكاليف او تعويضات او كده. هل في فعلا زي ما مكتوب هنا actual damage، هل في بجد اضرار حقيقية وقع عليك، ولا الموضوع لا مفيش اضرار حقيقية ولا حاجة والدنيا ابسط من كده. بيقول كده a court can invalidate liquidated damages closure if it finds it was not a reasonable attempt to estimate the potential losses. يعني في المحكمة سهل جدا 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 تقول لك لا انت مش من حقك تاخد تعويضات لو لقيت انه الاضرار اللي انت كاتبها اضرار مش reasonable، مش واقعية، مش منطقية وما الى ذلك. علشان كده لازم يكون الصياغة بتاعتك صياغة clear. طبعا 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 لازم تبقى انت عارف انه بجد الاضرار دي حقيقيه وعندك اثباتات عليها. لازم صياغتك للعقد تكون كلير زي ما كنا بنقول، ونتجنب اي مصطلحات تبقى يعني مش واضحه، يعني زي ما كنا اتفقنا اصلا في بدايه المحاضرات بتاعتنا. هنم بيقول لك انه من اكتر الحاجات اللي بنقدر نحدد فيها الليكويديت دامجز دي، او من اكتر المشاريع، هي مشاريع البنى. دي من اكتر المشاريع اللي فيها بجد الوقت بفلوس، يعني لانه النهاردة السعر العقار غير بكرة غير بعده غير بعده، فلو العقار اتأخر بناه لمدة معينة بجد المالك او المقاول بيعرف كويس قوي يقول ده أثر على المشروع العقاري ده ازاي. فدي من اكتر المشاريع اللي بيقدروا فيها
او من اكتر مشاريع الفكرة الليكويديتد دامجز او الاضرار الناجمة دي فكرة درجة وموجودة وعارفينها وقادرين نصيغها بشكل واضح. ده كان اول بند بتاعنا الاضرار. ندخل على البند اللي بعده وهي الوارنتيز او الضمانات. في الفقرة دي بيقول انه بشكل عام يعني لازم اللي بيقيموا على العقود اللي بيعملوا العقود اللي بيعملوا الدرافت للعقود وما الى ذلك ينظروا ويكونوا بيتمعنوا كده في الجزء الخاص بالتأكيدات والضمانات او بالإقرارات والضمانات بشكل عام، لانه هي بتوفر زي ما كنت بقول لكم من شوية، هي بتوفر علاجات انا في يعني اسهل من ان انا اقعد اشوف العلاجات واحدد مش عارفة اضراره ونتخانق في الموضوع ده. لا، الضمانات بتبقى اسهل واسلم حاجة. دايما افتكروا بالموضوع ده البنوك بيقولك التمثيلات من اكتر الحاجات كمان اللي بتدي للعقد بتاعك تأمين وتأكيد، يخليك تبقى انت داخل العقد سواء in the present او in the future داخل العقد مطمن. فبيقول لك by way of example او على سبيل المثال، يعني ممكن في الاتفاقية اطلب من احد الطرفين اقول له انه اديني ضمان، معلش لو خصوصا لو هو مش مدير شركة مش CEO لشركة او كده، اقول له اديني ضمان ان انت مصرح بيك او مخول ليك يعني انه انت تدخل الاتفاقية دي. عارفين في الاتفاقية بيبقى مكتوب تحت ايه؟ ممثل لمش عارف ايه او ممثل لمش عارف ايه، اديني ما يضمن ده. احنا حتى قلنا ده في بداية المحاضرات. فرقم واحد بشوف او في البند ده بينفع اطلب من احد الاطراف ان هو يثبت لي ان هو مخول وممثل ان هو يدخل التعاقد ده. طبعا ده لو هو مش مدير شركة، لو هو مش المالك بتاع الشركة او مدير الشركة او مدير المشروع اللي انا بدخل معاه، لو هو حد تاني يعني. هو بيقول على هذا المنوال يعني برضو the same party may also warrant that they will perform their duties under the agreement in a matter consistent with highest standards of the industry. يعني مش بس بيضمن ان هو مخول ومفوض ان هو يدخل الاتفاقية، لكن كمان هو بيضمن ان هو هيؤدي واجباته في الاتفاقية دي يعني على اكمل وجه زي ما بيقولوا. هنا بيقول لك انه الضمانات كمان بتشتمل على حاجة تانية، بتشتمل كمان على انه انت تضمن انه الخدمات والمنتجات اللي انت هتقدمها هتكون بتتقدم بناء على المعايير الاستهلاكية. بمعنى ايه يعني معايير الاستهلاكية؟ عشان الخص لكم الكام سلايد اللي جاي. بمعنى انه بضمن انه مثلا المنتج، لو مثلا منتج البان مثلا، بضمن ان منتج الالبان اللي انا هجيبه لك ده هيكون مثلا في مواد حافظة، هيكون اللبن ده تم غليه على درجة حرارة معينة علشان نقتل اي بكتيريا. يعني من الاخر انا بضمن انه المنتج اللي انا هقدمه لك، الخدمة اللي انا هقدمها لك، السلعة اللي انا هقدمها لك بموجب العقد ده هيبقى منتج وخدمة وسلعة زي كأنها متماشية ومتوافقة مع كل القوانين اللي ليها علاقة بقطاع المنتج او السلعة. يعني مثلا لو المنتج بتاعي او السلعة اللي انا بطلبها منك او اللي انت بتديها لي هي سلعة او منتج استهلاكي، فانا بضمن انه هي المنتج ده او السلعة دي بتمتثل، او بضمن انه هي تبقى من الاخر يعني مش مخشوشة مش اي كلام. لو بتديني دواء يبقى الدواء ده واخد تصريح من وزارة الصحة، مش بتديني دواء من زي ما بنقول كده في العربي من تحت بير السلم يعني. لا، وده مش محتاج يبقى مكتوب في العقد، لكن محتاج انه انا يبقى في ضمان واقرار انه المنتج والسلعة اللي انت هتقدمها لي منتج وسلعة ملتزمين مش بس بمستوى الاداء اللي احنا متفقين عليه في العقد، لكن بمستويات الاداء المتعارف عليها في الصناعة نفسها. اوكي، ودي نفس اللي انا كنت بقوله لكم من شوية، انه ده بالظبط ضمانات المنتجات الاستهلاكية او الكوميرشال اجريمنت او العقود التجارية. يعني بنبقى محتاجين
يبقى في ضمان وتوضيح انه المنتج الاستهلاكي اللي انا هقدمه لك ده هيبقى بيتماشى مع القوانين الاستهلاكية المعمول بيها في البلد بتاعنا. لاحظ ان الموضوع ده زي ما هو هنا بيقول لك note this important caveat thought، الموضوع ده مهم جدا فيما يتعلق بالسلع او في عقود السلع. الموضوع ده او الشكل ده من الضمانات اسمه ايه بقى؟ اسمه implied warranties. نحفظ الحاجات دي، الحاجات اللي انا بقولها دي انا مش حاطه بيها عناوين. انت ينفع تاخد السلايد وتحط عناوين للحاجات دي، الحاجات دي هنتسأل فيها، اسمها implied warranties او الضمانات الضمنية. يعني ايه ضمانات ضمنية؟ يعني انا مش همسك قانون بتاع السلع الاستهلاكية واقوم كاتباه كله او احط كله في العقد، لا طبعا مش منطقي مش طبيعي. لكن في ضمان ضمني، ضمان ضمني يعني انا لو احنا العقد بتاعنا بيشترط ان انت هتقدم لي لبن، الضمان الضمني انك هتقدم لي اللبن ده مش مخشوش. يعني ضمان مش لازم ابقى كاتب انه اللبن هيتغلي عند كذا وكذا وكذا، دي حاجه متعارف عليها في السوق، متعارف عليها في القوانين الاستهلاكيه عامه. فالضمانات الضمني يعني مثلا زي ايه؟ زي بالظبط كده كانه حد داخل العقد بيضمن ان هو بيكتب كده بند يقول لك انا بضمن ان انا مش حرامي، مش منطقي. يعني فيش حد بيكتب كده في العقد، لانه الطبيعي المتعارف عليه القانوني انك لما تيجي تدخل عقد، لما تيجي تعمل عقد ما تبقاش حرامي، يبقى معاك رصيد في البنك، يبقى معاك ما يضمن ان انت هتدفع للراجل ده تكاليفه وهكذا. ده الطبيعي، ده اسمه ضمان ضمني. يعني مش لازم اقوله من البديه او اسمها ايه، كان في مثل كده بيتقال انه وكأنه من السفه والغباء انك تقول المعلن اصلا، او الحاجة الطبيعية يعني من الغباء انك تقول انه ان شاء الله انا هحترمك مثلا، ما الطبيعي انك تحترمني. ففي ضمانات ضمنية مش هكتبها في العقد، اسمها implied warranties، ضمانات ضمنية مش هكتبها في العقد ولكن هي لازم التزم بيها. بيقولك as a general guide او كيعني دليل عام، يعني a buyer of almost any products or services should consider insisting on the following fundamental types of representations and warranties. هي بيقولك كدليل عام كده لازم المشتري لأي منتجات أو خدمات إن هو يفكر في إن هو يبقى بيصر على الأنواع الجاية من الإقرارات والضمانات. لازم تصر على الآتي من الإقرارات والضمانات. رقم واحد، إنه هتصر إنه يتكتب إنه المنتجات أو المخرجات اللي أنا هستلمها من الطرف التاني هتبقى متفقة وبتمتثل للأوصاف والمواصفات التفصيلية في أي حاجة ليها علاقة بأي حاجة تانية في الاتفاقية. فماشي. وبعدين تقول إنه مش بس كده، لكن هي كمان المنتجات والخدمات هي هتخرج على أعلى مستوى من الجودة وعلى أعلى مستوى من الممارسات اللي موجودة في الصناعة. يعني ما تجيبليش منتجات أقل من المنتجات التانية من نفس الصناعة. ماشي. وبعدين تقول انه المنتجات والخدمات دي والكومبلاي هتلتزم وهتمتثل لكل الابلكابل لوز اند ريجوليشنز، يعني هي هتمتثل لكل اللوائح والقوانين اللي معمول بيها. مش هتيجي تقدم لي دواء مخشوش، مش هتيجي تقدم لي دواء بيجيب سرطان، مش هتيجي تقدم لي دواء مش واخد تصريح من وزارة الصحة. دي من الضمانات الضمنية. بس انا بقول او بكتب، مش بكتب بقى انه ايه الخطوات بتاعه التصريح بتاع الـ وزاره الصحه وانه الطرف ده هيلتزم ان هو يعمل الخطوات دي، ماليش دعوه. انا بكتب انه الطرف ده هيلتزم ان هو يقدم لي المنتجات بناء على كل اللوائح والقوانين المعمول بيها في نفس الصناعه. شكرا. مش هكتب بقى انا كل اللوائح والقوانين، مش هفصصها. دي اسمها ضمانات ضمنيه implied warranties. انا بعيد اهو علشان ده بنتسال فيه. The products or services will not infringe upon the property rights or third party. يعني أنا بتعهد بأقر بضمن إنه المنتجات بتاعتي والخدمات اللي أنا بقدمها مش مسروقة من طرف تاني، أنا محافظة على حقوقي الملكية، فده الحق ملكي ليا أنا، مش سرقة الفكرة من أي طرف تاني. بيقولك يعني في حالة البرامج أو السوفت ويرز، حالة البرامج أو المنتجات اللي بتعتمد على التكنولوجيا، يعني
لازم كمان يكون في ضمان انه انا لو هيقدم لي برنامج مايكروسوفت مثلا، برنامج ده لازم يكون محمي من اي فيروسات، مش هيقدم لي برنامج من فيروس يعني. من الاخر دي جايد لاين او مجموعه من الجايد لاينز العامه اللي انت مفروض ما تتنزلش عنها وانت داخل العقد. بيقول طبعا 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 انه التايبس او دي البيزك تايبس اوف وارنتيز او دي الضمانات البيزك او الاساسية، لكن بيبقى في ضمانات تانية بحسب نوع العقد اللي انت اوريدي فيه. وده مثل من امثلة الضمانات اللي بتبقى مكتوبة في العقود. فمكتوب كده: باستثناء الضمانات المقدمة على وجه التحديد هنا، يتنصل كل طرف صراحة من أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال للحصر مثلا الضمانات لقابلية التسويق أو الملائمة لجهة ما، دورة الأداء وما إلى ذلك. لا يضمن الطرف ده أنه لأنه المنتجات دي هتكون متمثلة أو فيها أي نوع من أنواع الأخطاء. بمعنى يعني من الآخر بيقولك أنه كل المكتوب من الضمانات هنا انا هعمله، فالمنتجات والخدمات هتبقى يعني هتبقى بتمتثل للوائح والقوانين وهكذا 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 وهكذا. كل الضمانات المكتوبه الطرفين بيلتزموا بيها الا وبيقول لك لكن بيتنصلوا except for دي جمله مهمه جدا احنا معلقين عنها هنا. except for يعني اسمها ايه بالعربي، باستثناء الضمانات اللي احنا قدمناها في العقد ده احنا مش بنضمن اي حاجة تانية. عشان كده بنقول انه لازم بتكتب الضمانات، حتى ضماناتك الضمنية مش بتكتبها مفصلة، لكن بتكتب ان المنتجات والخدمات هتمتثل للوائح والقوانين، هتكتب كذا بتمتثل لكذا، بتمتثل للقوانين السعودية، بتمتثل لخطة السعودية 2023 وهكذا. مش هتكتب الخطة كاملة مش لا، لكن بتكتب ده لانه الصيغة المعتاد ده والعامة انه except for the warranties او باستثناء الضمانات المقدمة هنا كذا كذا. الجملة دي هي الجملة الافتتاحية لأي بند من بنود الضمانات في العقود. هنكمل في البند اللي بعده وهو limitation of liability او حدود المسؤولية، وده مختلف شوية عن الالتزامات اللي المفروض كل طرف بيلتزم بيها. هلخص لكم يعني الكلام ده بيقول ايه عشان انا عارفة انه كلام كتير، بس بيقولك انه ساعات كتير طبعا طرف بيفشل ان هو يلتزم بالاداء او يوفي بالالتزامات بتاعته بموجب الاتفاقية، فبيضطر ان هو وكأنه يعني الطرف التاني يعمل التزامات عليه ورسوم، يعملوا رسوم اكتر بكتير زي ما كنا بنقول من تمن الاتفاقية بشكل عام. عشان كده كل طرف من الأطراف هيكون أو بيكون محتاج إن هو يحدد الالتزامات المعينة زي ما كنا بنقول في الجزء تبع الالتزامات. يحدد الالتزامات، يحدد الالتزام ده إمتى الطرف التاني بيتوقع إنه يستقبله، والالتزام ده غالبا أنت هتدفع قصاده قد إيه أو تكلفته قد إيه وهكذا، وده إحنا قايلينه في الجزء تبع المسؤوليات. وزي ما هو هنا مكتوب من المثل بتاعنا، مكتوب باستثناء حالة الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد، فلن يكون أي طرف من الأطراف بأي حال من الأحوال مسؤول تجاه الطرف الآخر أو أي طرف تاني عن أي أضرار خاصة أو نموذجية أو عقابية أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة إذا تم التنبيه بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. بمعنى أنه إحنا بنكتب زي ما كنا بنقول البند اللي فات، إحنا بنكتب الأضرار المتماشية مع طبيعة العقود اللي إحنا بنعملها، أو على الأقل بنكتب زي حدود للمسؤولية أنه ده المنتجات هتبقى ممتثلة والمنتجات هتبقى ماشية مع طبيعة الصناعة والمنتجات هتبقى كذا وكذا وكذا وهكذا كل الحاجات دي. فبيقول أنه في حالة ودي هنا حدود المسؤولية، وده نص أو ده مثال بيكتب كتير في العقود، إنه في حالة
لم يتم إثبات أنه في إهمال جسيم أو سلوك متعمد. بمعنى أنه لو الطرف الثاني قاصد أنه يعمل أو قاصد أنه ما يلتزمش بالالتزامات، أو لو الطرف الثاني عمل إهمال جسيم جدا وجوهري فكذا، فلو ما عملش يعني لو عمل إهمال عادي، لو عمل حاجة عادية، لو ما التزمش بمستوى الأداء عادي كده مفيش مشكلة، لكن لو كان جسيم أو جوهري في مشكلة. ده من الأمثلة اللي احنا بنقول عليها. انت كمشتري محتاج تاخد بالك من كذا حاجة في الجزء ده. انت كمشتري محتاج تاخد بالك من حاجة اسمها الأضرار العقابية والنموذجية. بمعنى ايه بقى؟ بيقولك تعالى نناقش الأول شوية كده من المصطلحات القانونية عشان تبقى أنت عارف، أو نطبق المصطلحات دي على المثل اللي احنا قارينه من شوية. الأضرار النموذجية أو الأضرار العقابية بشكل عام دي أضرار مش مسموح بيها في العقد. يعني إيه أضرار عقابية؟ يعني من الآخر يعني أنت عملت مستوى أداء مش متفقين عليه، هتتعاقب أنه مثلا أنا كمان مش هدفع لك تكاليف كل المشروع، مثلا مش نسبة معينة من المشروع. لو أنت ما عملتش مستوى أداء في حاجة معينة مش هدفع لك كل الالتزامات اللي علي. أو لو أنت مثلا ما عملت، او لو احنا مثلا بنتبادل في العقد ده سلع او حاجة، انت ما قدمتليش الدفعة دي فانا مش هديك كل الدفعات. دي اسمها اضرار عقابية، بيبقى النابع منها ان انا بعاقبك على اللي انت ما عملتوش، مش النابع منها ان انا بحسب التكاليف والنفقات ومش عارفة ايه وبخليك تدفعها لي. لا، مش ده بيبقى النابع منها. فالنموذجية والعقابية هي ده بيبقى شكلها، ان انا من الاخر يعني بعاقبك، من الاخر انا بعاقبك. لكن الأضرار أو عامة اسمها الأضرار أو التعويضات التأديبية، دي التعويضات اللي أنا بتحصل أو تعرفها، يعني دي التعويضات اللي بتظهر نتيجة لوجود ضرر في دعاوي الضرر. يعني نتيجة أنه أنا أثبتت أنه اللي أنت عملته ده عمل معايا ضرر جوهري، وده اللي احنا كنا بنقوله برضو من شوية. نطبق ده بقى على اللي جاي. بيقول لك في المثال اللي فات in the above limitation of liability example، في المثل اللي فات، من المحتمل انه المثل اللي فات ده يخليك انت كمشتري لو حصل حاجة ضرتك، لو حصل حاجة ضرتك ما تعرفش ان انت تطالب بالاضرار بتاعتك، ما تعرفش ان انت تطالب بالتعويض التأديب اللي احنا قلنا انه ده قانوني. ليه بقى؟ لانه المثل اللي فات جايب لك كلمتين مهمين جدا. جايب لك كلمة اسمها جسيم، إهمال جسيم وسلوك متعمد. إهمال جسيم يعني إهمال في كل حاجة، وسلوك متعمد يعني وهو أنه البايع قاصد. فلو المورد قاصد أنه هو يديك المنتجات بالشكل ده فأنت من حقك أنك تطلب بتعويض، لكن لو مش قاصد معلش سهوا، معلش أصل شركة الشحن مش عارفة وقعت اللبن في الأرض فسوري. الشكل ده من أشكال الأمثلة أو الكتابة أو الصياغة بتاعة الجزء تبع الليميتيشن ده، شكل مش بيخليك أنت كمشتري تحسب أضرارك اللي حصلت، لأن هو حاطط لك جملتين أو كلمتين مهمين، جسيم ومتعمد. جسيم ومتعمد دي جمل متكررة جدا في الجزء ده، جسيم ومتعمد. الجسيم ومتعمد دي إحنا بنحاول الجزء الجاي ان احنا نتفاوض مع البايع او المورد انه لا، احنا محتاجين نشيل الكلمتين دول، كلمتين دول هينتزعوا مني الحق انه انا اقول الاضرار بتاعتي فعلا. فبيقول لك كده انه الاضرار المباشرة versus الاضرار غير المباشرة او الاضرار الخاصة. بيقول لك انه الفروق الرئيسية اللي لازم تركز عليها وانت بتحاول تتفاوض في الكلمتين دول علشان تقول له ان انا من حقي احسب اضراري، وان الكلمتين اللي انت حاطتهم لي دول كلمتين مش هيخلوني احسب اضراري، هيبقى الاعتماد على انه ده سلوك متعمد او مش متعمد، او ده سلوك جسيم ولا مش جسيم، مش الاعتماد على انه فيه بجد اضرار حصلت او ما فيش اضرار حصلت. الفروق اللي لازم نتكلم عنها دلوقتي هي فكرة الاضرار. في اضرار مباشرة، في اضرار تبعية او غير مباشرة. يعني في اضرار مباشرة حصلة ليا، وفي اضرار مش مباشرة حصلة ليا. فلو اللبن وقع على الارض، الاضرار المباشرة ايه؟
ان انا فقدت الدفعة دي من الألبان دي، ده ضرر مباشر. الضرر الغير مباشر ممكن انه مثلا مبيعاتي في السنة هتقل مش عارفة بنسبة قد ايه، او مثلا الضرر غير المباشر انه مثلا فقدت عميل مش عارف ايه كان عايز الدفعة دي تحديدا. الضرر المباشر ده ضرر يعني اول ضرر بيقع عليا واكبر ضرر بيقع عليا. ضرر غير المباشر بيبقى ابعد شوية زي ما بنقول. فبيقول كده انه انت لازم تبقى عارف زي الخط ما بين الاتنين، لازم تبقى عارف اللاين او الباتل لاين ما بين الضررين. الدايركت دامجز او الاضرار المباشره ده بسبب عدم حصولك على المنتج او السلعه او الخدمه اللي انت دفعت قصادها او اللي انت هتدفع قصادها. انواع الاضرار التانيه تشمل زي ايه بقى؟ زي مثلا المبيعات المفقودة او ضياع الارباح زي ما كنت بقولك انه مبيعاتي قلت مش عارفة في نسبة قد ايه، او الفرص الضايعة في السوق، او مثلا انه الارباح اللي انا حصلت عليها مش زي الارباح اللي انا كنت متوقعها. دي اسمها اضرار غير مباشر. انت بتيجي تتكلم في ايه بقى لما تيجي تتكلم في الجزء ده؟ ولما تيجي لو انت عايز تحذف، وده اللي انا كنت بقول لكم الاستراتيجية بتاعتنا، ان احنا نحذف كلمة جسيم ونحذف كلمة متعمد. حذف الجسيم او المتعمد او الاجمالي او الكلمات اللي من النوع ده، انت احسن لك كمشتري او كمدير مشروع يعني انك تحذف الكلمتين دول زي ما كنت بقول لك. وعشان تحذف الكلمتين دول لازم تبقى عامل حسابك وانت بتتفاوض كده انك بتتفاوض في الكلمتين دول على الاضرار المباشره اكتر من الاضرار غير المباشره. التفاوض بتاعي الاساسي والرئيسي بيبقى على الاضرار المباشره مش الغير مباشره. ليه بيبقى على الاضرار المباشره مش غير مباشرة؟ انه بيبقى مقنع اكتر وانت بتتفاوض. يا سلام لو انت نيجوشيتر شاطر وعرفت تتفاوض كمان على الاضرار غير المباشرة. لكن الاحسن او الاسلم انك تبتدي بالاضرار المباشرة. الاضرار المباشرة لما بتحذف الكلمتين دول بيخليك قادر وكأنه بشكل ما تبقى ضامن الأضرار المباشرة بنسبة 100%. لما بتحذفهم برضو بتبقى بنسبة كبيرة كمان قادر تحسب يعني تحسب وتضمن بنسبة، طبعا مش بنسبة 100% لكن بنسبة مش قليلة كمان أضرارك المش مباشرة. هنا بيقولك الفرق ما بين الإهمال الجسيم والإهمال العادي. ليه أنا عايز أخلي كلمة الإهمال العادي هي اللي تبقى موجودة بدل الإهمال الجسيم؟ بيقولك بناء على التعريف القاموس يعني النيجلانس أو الإهمال العادي ده الفيلير الفشل في أداء أو الفشل في أنه أنت تبقى بتؤدي التزاماتك في الظروف العادية. الإهمال الجسيم بقى تعريفه إيه؟ هو الفشل المتعمد في أداء واجب وبينطوي على تجاهل متهور للعواقب اللي هتؤدي على حياة شخص أو ممتلكات شخص. هل منطقي كمشتري انك تسيب كلمة الاهمال الجسيم في العقد بناء على التعريف ده؟ لا، كمشتري على الطرف التاني مش منطقي انك تسيب الكلمة دي. ليه؟ لانك مش هتعرف تثبت ان هو عمل اهمال عادي ولا اهمال جسيم. بس اهمال جسيم ده بيقولك ان هو متعمد ومتهور ومش فارق مع حياة الناس ولا ممتلكات الناس. ده ما بيحصلش في العقود على فكرة. مشكلتنا في العقود بيبقى الاهمال اللي هو ايه؟ مش جسيم بس هو اثر عليا جوهريا، هو عمل لي ضرر جوهري جدا، هو عمل لي ضرر ما ينفعش اعديه، هو كلفني كتير، بس هو مش قاصد يعمل الاهمال ده، هو الطرف التاني مش قاصد يغلط الغلطة دي، هو مش متهور، هو مش متعمد. هنا الفكرة بتاعتنا في ان احنا نحذف كلمة الجسيم. عشان كده جبت لكم التعريف بتاعها من القاموس، وده التعريف اللي على فكرة بيستخدم برضو في النيجوشيشنز او في التفاوض وانت بتحذف الجسيم او ما بتحذفش الجسيم من العقد، عشان بس نبقى برضو على نور يعني مع بعض. فهنا بيقول لك يعني انه من الاخر party A أو الطرف الأولاني ده should لازم to seek to negotiate away the word gross in both places. لازم يتفاوض على كلمة gross، على كلمة جسيم أو إجمالي أو أضرار إجمالية أو سلوك إجمالي أو سلوك جسيم، لازم يتفاوض على الكلمة دي بشكل كبير. أنت الطرف الأولاني لازم تتفاوض على الكلمة دي، لازم تحاول قدر الإمكان أنك تحذفها بشكل ما.
وده يدخلنا على الجزء اللي بعده هو الليابيليتي كاب او زي الحد الاقصى للمسؤوليه. يعني الكاب او الكاب معناها الحد الاقصى. بيقولك كده لما المشتري بيتفاوض بشكل ناجح على الشروط اللي موجودة في الجزء ده تحديدا تبع إخلاء المسؤولية وحدود المسؤولية، بيبقى فيه شوية كده حاجات شائكة بالنسبة للبايع، زي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، البايع متمسك بكلمة الجسيم وانت مش متمسك، انت عايز كلمة الجسيم دي تتشال لانه هي بتسلب منك حق احتساب الأضرار الجوهرية بتاعتك. في المرحلة دي، في المرحلة اللي احنا فيها، بيكون هدفك انت كمشتري او كمدير مشروع ان انت تخلي الحد الاقصى عالي للكاب ليابيليتي ده. بمعنى ايه؟ بمعنى انك تخلي من الاخر مستوى التعويض بتاعك قد ما تقدر عالي، خصوصا لو هو تمسك بكلمة الجسيم او تمسك بكلمة الاجمالي او الكلمات اللي احنا اصلا كنا عايزين نشيلها. فتحاول قدر الامكان انك تخلي الكاب بتاعك او الليابيليتي كاب بتاعك اعلى نوعا ما. وده النيجوشيشن بتاعنا ده زي ما كنا اخدنا في المحاضرة تبع النيجوشيشن، لازم يكون مربوط ومقترن بمجموعة من النقاشات ومجموعة من الاسئلة. تعال نكمل كده مع بعض. وبيقول لك انه الانتربلاي among performance obligations, representations, warranties, disclaimers, limitations، كل الحاجات دي، كل البنود اللي ليها علاقة بالتزامات الأداء أو الضمانات أو إخلاء المسؤولية اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، هو بيحاول البايع أو المورد بيحاول قدر الإمكان يخلي مسؤوليته، فعشان كده كتب لك كلمة الجسيم، الإهمال الجسيم أو كده. انت بتحاول قدر الامكان انك لا ترفع حد المسؤولية عليه، تقول له لا انت مسؤول، هنشيل كلمة الجسيم، هنشيل كلمة الاجمالي وما الى ذلك. مش بس البند ده، لكن البنود اللي ليها علاقة بالتعويضات، بالعلاجات، الحاجات دي كلها مرتبطة قوي ببعض. ليه بنقول الجملة دي في السلايد ده؟ بقول لك ده عشان تخلي بالك انه لو حتى بند معين من البنود دي معرفتش تحطه هنا في الشرط بتاع إخلاء المسؤولية، ينفع تحطه في شرط تاني أو ينفع تحطه في جزء تاني من الأجزاء اللي احنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي. بيقول لك ده السلايد دي مهمة قوي. بيقول لك ده ملخص جوهري، ده level of summary of how to، انه ازاي انك تلعب الدور بتاع انك تتفاوض بشكل كويس على الجزء تبع اخلاء المسؤولية بشكل استراتيجي حلو. رقم واحد، ensure that the other party's obligations are clear under obligations. حلو قوي. تتأكد بشكل ما فيهوش نسبة شك انه التزامات الطرف التاني واضحة ومكتوبة بشكل واضح وصريح في الجزء تبع الالتزامات اللي احنا اخدناه المحاضرة قبل اللي فاتت. حلو. رقم اتنين، ensure under representations and warranties that the other party commits to perform its obligations according to an appropriate standard such as مثلا in commercially reasonable manner consist with higher standards in the industry. يعني تتأكد انه الطرف التاني كاتب في الإقرارات والضمانات بتاعته إن هو هيلتزم التزام كامل وفق لأعلى معايير وممارسات موجودة في الصناعة. فأنت كده التزمت إن التزاماته اللي موجودة في العقد التزامات واضحة وصريحة، فهو مكتوب إن هو هيسلم لنا منتجات الألبان الساعة 9 من يوم سبت كل سبت من أول الشهر، التزاماته مكتوبة واضحة وصريحة، مين هيسلم لنا، هيسلم لنا عن بأي طريقة وهكذا، الالتزامات موجودة بشكل صريح. مش بس كده، لكن في الجزء تبع الضمانات هو عبر لي بشكل واضح وصريح، اللغة واضحة وصريحة، انه هو هيلتزم انه منتجات الألبان دي هتكون ممتثلة ومتوافقة للمعايير الصناعة الاستهلاكية عامة في بقى السعودية، في ايا كان، على حسب الظروف والحقيقة اللي احنا قلنا ان انت المفروض تحطها في اعتبارك. ماشي. رقم 3، make sure that the other party doesn't unreasonably disclaim its performance obligations under disclaimers. Do this by using language or other caveats that prevent otherwise sweeping warranty disclaimers from applying to the other party's core performance warranties. يعني
اتأكد ان الطرف التاني مش بيخلي مسؤوليته من الالتزامات الخاصة بيه باللغة بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هو اللغة التمهيدية، اللي هو اللغة اللي فيها اهمال جسيم، اهمال متعمد، اللغة اللي هي فيها تنصل من المسؤولية، او ان هو بيخلي مسؤوليته بلعب بالمصطلحات او اللعب بالالفاظ زي ما بنقول. السلايد ده ملخص لنا كل يعني من اول المحاضرة. السلايد ده مهم قوي. بعد كده also under disclaimers delete any disclaimers that are clearly illogical in the light of your expectations for the other party's performance. يعني هنا في الجزء تبع اخلاق المسؤولية انت لازم تحذف اي كلمة ولا يعني لا تتنازل عن انك تحذف اي كلمة ليها علاقة بانه الطرف التاني بيخلي مسؤوليته من التزامه بمستوى اداء معين انت عايز مستوى الاداء ده. فلو انت عايز اللبن يجي لك بشكل معين في كيس معين بطريقة معينة بالتزام معين، ما تسمحش ان يبقى فيه كلمة هو حاططها في العقد بتنفي الالتزام ده او بتخلي مسؤولية الطرف التاني من الالتزام ده. تعالوا نكمل. Negotiate down the protecting the other party from indirect damages in limitations clauses as would have been accomplished by deleting the words gross or willful وهكذا. ده نفس تكملة لنفس الجملة اللي فاتت. لازم تحذف أي كلمات أو تتفاوض قدر الإمكان أنك تحذف أي كلمات بتحمي الطرف التاني من الأضرار المباشرة والغير مباشرة. نكمل إنه once these drafting goals have been achieved it's usually a matter of simply agreeing upon appropriate liability cap. بمجرد ما احنا نتأكد من كل الحاجات دي الليابيليتي كاب او حدود المسؤولية بتبقى واضحة ومتفق عليها بيبقى الموضوع خلاص ماشي smooth زي ما بنقول. والإنشورنس works in such cases can help to get that number higher. يعني الليابيليتي كاب ده يعني ده زي التعويضات اللي كنا بنقول عليها من شوية. دي الحدود المسؤولية لو الشخص التاني ملتزمش بمسؤوليات معينة فبيتحط والمسؤوليات دي متفق عليها فبيتحط زي الليابيليتي كاب أو الحد الأقصى للتعويضات اللي هو المفروض يعوضها. لكن لو الطرف التاني متعاقد مع شركة تأمين الرقم ده بيعلى لأنه شركة التأمين بتغطي حاجات أكتر، فالرقم ده الحد الأقصى عامة له بيعلى. فبيبقى لكل عقد فيه حدود قصوى للأضرار. دي الليابيليتي كاب اللي بنقول عليها بيبقى فيه حدود قصوى. يعني مثلا بغض النظر أنت تحملت أضرار أكتر أو لأ، بس مثلا العقد ده لا يتحمل أضرار أكتر من 10,000 مثلا دولار. بس لو الطرف التاني متعاقد مع شركة تأمين الحد ده بيكون أعلى بكتير لأن شركة التأمين بتوفر له حاجة أكبر طبعا. بس وبينهي الجزء ده وبيقولك فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، يعني زي ما كنا بنقول إنه مناقشة السقف بتاع المسؤولية أو الليابيليتي كاب اللي احنا كنا بنقول عليه دي مناقشة بتنطوي شوية تحت الجزء تبع التأمين. شركة التأمين لما بتدخل في الموضوع أو لما بيتعاقد الطرف التاني مع شركة التأمين الأرقام بتعلى، فممكن تعلى من 2 مليون ل 5 مليون زي ما كنا بنقول من شوية. ده الجزء تبع الليميتيشنز أو الليابيليتي أو إخلاء المسؤولية. تعالوا ندخل على الجزء اللي بعده وهو الجزء اللي له علاقة بالتعويضات، وده برضو جزء مهم وده جزء زي ما كنا بنقول مرتبط نوعا ما برضو بباقي الأجزاء اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها من شوية. تعالوا نكمل. الجزء الخاص بقى تبع التعويضات ده جزء سهل جدا وما فيهوش أي حاجة لأن احنا اوريدي متكلمين فيه قبل كده، بس احنا لازم نحطه برضو في الاعتبار. التعويض يعني ايه؟ يعني التعويض عن الضرر او الخسارة. واحنا عندنا تاني شروط للأضرار وشروط للخسائر احنا قلناها اوريدي في الاجزاء اللي فاتت. ف بيقولك توفر اوريدي بنود التعويض دي بشكل عام حماية مالية ضد الدعوى القضائية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بدل ما ناخد بعضنا كده لما نختلف ونروح للقضاء، لا، فكرة وجود التعويض بشكل عام دي فكرة بتخليني ملجأش للقضاء ولا الاطراف تالتة ولا اتعب نفسي في الحاجات دي، الطرف التاني هيعوضني وخلاص. اوكي، ده نموذج من نماذج التعويض اللي بتبقى موجودة عامة في العقود.
مكتوب كده: يجب على كل طرف الدفاع عن الطرف الآخر والشركة التابعة له والمديرين والمسؤولين والموظفين وتعويضهم وإبراء ذمتهم من أو ضد أي دعاوي أو إجراءات أو عقوبات أو خسائر أو مسؤوليات فيما يتعلق بأي مطالبة تتعلق بمنتجات وخدمات الطرف اللي يقوم بالتعويض أو نتيجة فيما يتعلق بأي خرق من قبل الطرف التاني. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الطرف التاني مثلا أو المورد بتاعي عمل مشكلة ما أو عمل مثلا نصب على عميل تاني أو أي حاجة، والعميل عارف أنه أنا في عقد أو أنه أنا في تعاقد مع المورد ده، فممكن يرفع عليا أنا كمان قضية. البند ده بيضمن لي انه لا، مفيش اي قواضي هتترفع عليا، وانا مش هروح اخد القضية اللي اترفعت عليا دي واروح المحكمة واقول المورد ده اذاني في سمعتي وانا عايز تعويض عن سمعتي، ده اللي كنت بقوله لكم من شوية. لا، في الحالتين لا، البند ده، وجود البند ده عامة في العقد بيضمن لي انه ده ما يحصلش. الاطراف ملتزمة بكل حاجة تخصها، وانا زي ببرأك وبخلي ذمتك وبدافع عنك وبطلعك من الموضوع لما يكون له علاقة بي انا، مش بيك انت. بيقول كده انه It's probably fairly common that the buyer has presented with clauses like the one above. It's comfortable, open-ended language, believes, and that might be resolved in the buyer's favor. هقول لكم يعني إيه. الشكل ده أو اللغة اللي فاتت دي لغة حلوة قوي قوي. ليه؟ لأن هي لغة مفتوحة، لغة كويسة، لغة مفتوحة كده، اللي هو إيه؟ إن كيس حصل أي حاجة إحنا بنبرئ ذمة الطرف التاني، وأنا هعوض الطرف التاني بمبلغ مالي، بس أنا ما حددتش إيه هو المبلغ المالي. فأنا دي لغة مفتوحة ولغة يعني مش وحشة، لكن للأسف هي لغة ساعات بتجيب نتائج عكسية، وإحنا بنحتاج لغة شوية أكتر تحديدا من ده. وده في صالحك أنت كمشتري أو كمدير مشروع، لأنه غالبا المشاكل بتيجي من اللي بيمدني بالخدمات والمنتجات مش مني. غالبا المشاكل بتيجي من المورد اللي بيجيب لي منتجات والخدمات مش مني أصلا، وده اللي هنلاقيه موجود أو مكتوب دلوقتي. بيقول لك انه الكلمه في كلمه اسمها اتش بارتي، او انه كل الطرف او الطرفين او كل الاطراف، وده اللغه اللي مكتوب بيها المثل اللي فات لما ترجعوا له تاني بعد ما او انتوا بتذاكروا المحاضره. ده معناه انه الموضوع تبادلي، بيبان انه تبادلي، يبان انه لا انا هاذيك ولا انت هتاذيني، وانا هعوضك وانت هتعوضني ان كيس حصل اي مشكله. حلو، لغه جميله جدا، بس اللغه دي مش عادله بالنسبه لك انت كمشتري او كمدير مشروع. ليه؟ لانه الطبيعي زي ما كنت بقول لكم من شويه وزي ما هتلاقيه مكتوب في السلايد ده، انه المشاكل اكتر بتيجي من طرف المورد والبايع مش من طرفك، من طرف الشخص اللي بيمدني بالمنتجات والخدمات مش من طرفك. التاريخ بيقول كده، الاقتصاد بيقول كده، القانون بيقول كده، والخبره بتقول كده. فبيقول لك علشان كده لازم تعمل قائمتين. اوكي، القائمة الأولانية لازم القائمة دي يكون فيها الأضرار المتوقع، أو مش المتوقع، ما يعني يكون فيها بتقول جملة بتقول إنه الأضرار بتاعت أو اللي هتقع علي أنا الطرف بتاعي أنا كمشتري لازم يتم التعويض عنها، وجملة بتقول ليها علاقة بالبايع كمان بتضمن حق البايع. يعني من الآخر عايزين نشيل كلمة اتش بارتي، مش عايزين الموضوع يبان تبادلي كأن احنا الاتنين في نفس الموضوع سوا. لأ، انت تبقى عارف كمدير مشروع انه الاخطاء الاكتر بتيجي من اصلا البايع مش بتيجي من المشتري، بتيجي من المورد مش بتيجي منك انت كمدير مشروع. فلازم تبقى مدرك ده كويس جدا جدا جدا، لازم تبقى عارف ده كويس جدا جدا، فتلغي الكلمة بتاعت اتش بارتي من الاخر. ده اللي السلايد ده عايز يقوله. فبتعمل قائمة تخصك انت، ليها علاقة بأضرارك انت، ليها علاقة بالحاجات اللي انت متخوف منها، وتقول انه الطرف او تخلي الطرف التاني يقول انه ان شاء الله هعوضك، هأبرئ ذمتك لو حصل اي حاجة ليها علاقة بالقائمة دي. فالموضوع ما يكونش يبان تبادلي شبه كلمة اتش بارتي دي، لا، الموضوع يبان انه مش تبادلي، الموضوع
القانون والخبرة والعامل بتاع إدارة المشروع بشكل عام بيقول إنه المشتري هو اللي بيتعرض للأذى أكتر، والمشتري هو والبيع هو اللي عادة بتيجي من وراء المشاكل. ده الجزء عامة تبع ال ده عامة الجزء تبع سكشن 1. أنا عارفة إنه تقيل، إحنا غالبا واخدين فيه أكتر من ساعة، أنا عارفة كويس جدا إنه تقيل، وعارفة إنه المحاضرة عامة تقيلة. إن شاء الله إن شاء الله بعد ما نخلص كل البنود دي هنلخص كل ده بشكل عام علشان نقدر نذاكره بسهولة. ولكن احنا خلصنا سيكشن 1 وداخلين هم مع بعض في سيكشن 2. البند اللي بعد كده هو الانشورنس او التأمين، وده بند للأمانة مهم. طيب البند ده بيقول ايه؟ البند ده بيقول لك انه عموما بنود التأمين ما بتكونش موجودة كتير في العقود، لان هي بتتطلب التعاقد مع شركة تأمين بشكل عام. يعني هي بتتطلب ان احنا نتعاقد مع شركة تأمين. مش بس كده، لكن هو كمان بيقول لك انه عادة انت لما بتقول انه او بتقول الطرف بتلزم الطرف التاني او بتشرط على الطرف التاني انه هو يتعاقد مع شركة تأمين عشان يغطي لك حاجة معينة، فده معناه انه في مخاطر معينة انت خايف منها. فمثلا مشروع بنا مثلا، وعندك انت ده مشروعك وانت عندك العمال بتوعك، لكن انت متعاقد مع شركة، الشركة دي هي اللي هتجيب لك الالات الرافعة مثلا اللي هي بترفع العمال لمستويات عالية. انت خايف على حياة العمال، او خايف على انه رفعات دي ما تكونش بتعرف تشيل العمال والادوات بتاعت البنا في نفس الوقت، فانت عايز شركة تأمين تحافظ لك على حياة العمال، او يعني تأمن لك على العمال بتوعك، وتأمن لك كمان على مثلا الوجهة الاساسية او الوجهة الاولى مثلا او بتاعت البنا بتاعتك او بتاعت العمارة او المبنى اللي انت بتبنيه. فدي من الحاجات اللي انت كده حددت المخاطر بتاعتك، خايف على حياة العملاء، وخايف انه الالات دي ما ترفعش الادوات لحد فوق فتبوظ لك الوجهة الاولانية. فانت حددت مخاطرك، وبالتالي انت محدد شكل الانشورنس بتاعك او شكل التأمين يعني بتاعك. فبيقول لك كده انه توزيع المخاطر طبعا بيكون يعني انك تقول مخاطر حقيقية وتقول مخاطر صح، دي حاجة مهمة جدا. وعلشان كده التأمين او بند التأمين عامة له شوية شروط، دي الشروط بتاعة التأمين بتاعتنا. ماشي. رقم واحد، انه المبلغ اللي انت طالب انه يتأمن بيه مبلغ يكون appropriate، مناسب. تختار تغطية مناسبة، احنا هنقول على انواع التغطية، وتختار لغة مناسبة تكتب بيها البند بتاعك، ويبقى فيه اختار، يبقى فيه notification لو انت عايز تلغي التأمين، او لو شركة التأمين عايزة تلغي معاك، يبقى فيه شكل معين من اشكال الاختار. اختار بقى مكتوب ولا بالايميل ولا امتى بالظبط. وده مثل عن بند التأمين بيبقى مكتوب ازاي. فمكتوب كده: تأمين في غضون 10 أيام من تنفيذ الاتفاقية، وبناء عليه التأمين ده بيكون موجود طول المدة. هيقدم كل طرف للآخر، هما كده الطرفين عاملين مع شركة تأمين، هيقدم كل طرف للآخر شهادة بيثبتوا فيها ان هما فعلا تعاقدوا مع شركة التأمين. ومكتوب بقى اسم شركة التأمين، رقم الوثيقة، التمن بتاع التأمين، وهكذا. يعني بيبقى مكتوب فيها كل العوامل الممكنة، الشركة والبايع هيبقى بالإشعار مثلا لمدة 30 يوم لفي حالة الإلغاء. كل المعلومات بتكون موجودة جوه الحتة دي. بعد كده بدينا نتكلم عن certificate of insurance او شهاده التامين. فبيقول لك if insurance is important، لو التامين مهم في العقد بتاعك او في الحاله بتاعتك، requiring a certificate of insurance can help ensure that the requirement is not ignored. يعني انك تطلب ان يبقى فيه شهاده تامين، ده هيساعدك بشكل كبير ان انت تحقق المطالب بتاعتك، والمطالب بتاعتك ما يتمش تجاهلها.
تطلب انه الطرف التاني يجيب لك شهادة تأمين، مش تثق ان هو عمل التأمين وخلاص يعني. وبيقولك انه لاحظ انه في المثل اللي فات نوت ان ذس اكزامبل، في المثل اللي احنا لسه قايلينه من شوية، انه الانشورنس كفرج، لو قريت المثل بتمعن ارجع اقرا الامثلة عشان مش بعرف او مش بيبقى عندي وقت في المحاضرة اقراها كلها، بس ارجع اقرا الامثلة هتلاقوا يعني انه في المثل ده مبلغ التأمين او مبلغ التغطية نيجوشيبل، ينفع تتفاوض عليه، ينفع تتكلم فيه، ينفع يطلع شوية او ينزل شوية بشكل عام. وده معناه انه في استعداد من الطرفين ان هما يتناقشوا في المبلغ ده. فبيقولك انه كون انه انت تطلب زيادة في مبلغ التأمين او تطلب اشعار او تطلب حاجة زيادية عن الشركة التأمين هتقدمه، ده له شوية عناصر يعني او له شوية معايير. لو عايز تطلب او تتفاوض على مبلغ التأمين يبقى ازيد شوية، له شوية عناصر. رقم واحد، لو انت ما عندكش شرط في العقد اصلا انت طالب فيه ان يبقى فيه تأمين وان يبقى فيه مبلغ تأميني، انت مش هيبقى من حقك اصلا تفاوض. فلو فيه absent زي ما مكتوب هنا، لو فيه غياب للشرط التعاقدي ده، لو فيه غياب للشرط ده جوه العقد انه يبقى شغلك مؤمن عليه وشغل الطرف التاني مؤمن عليه ويبقى مبلغ التأمين مثلا لا يقل عن كذا، فانت هنا مش هيبقى من حقك انك تطلب اي زيادات او اضافات على عروض التأمين اللي الطرف التاني هيجيبها. رقم اتنين، لازم تكون متأكد ان التغطية اللي انت الكوفرج او التغطية اللي انت طالبها، المبلغ اللي انت اتعرض عليك او اللي انت طالبه بجد بجد هيغطي الحاجات الاساسية بتاعتك، هيغطي المخاطر الأساسية بتاعتك. فلو انت مأمن على حياة العمال وعلى الوجهة الأساسية، لازم تبقى متأكد ان المبلغ اللي انت أمنت عليه بجد هيغطي الحاجتين. ماشي. رقم ثلاثة، لازم تبقى متأكد انه اتفاقية التأمين وشهادة التأمين وتفعيل التأمين خلال مدة الاتفاقية، لانه زي ما مكتوب في حاجات كتيرة قوي شهادات التأمين وتفعيل التأمين وكده اصلا بتاخد وقت، فساعات بتتفعل بعد ما الاتفاقية بتاعتك بتبقى خلصت اصلا والعقد بتاعك بيبقى خلص اصلا. عشان كده هتلاقوا في المثل اللي فات مكتوب انه في خلال 10 ايام هيتم تفعيل الاتفاقية وهتبقى سارية، او هيتم تفعيل التأمين وهيبقى ساري طول مدة الاتفاقية. فلازم نبقى واخدين بالنا من دي. بعد كده هنتكلم عن الكوفرج تايبس او انواع التغطية، ده من الشروط، ده تاني شرط من شروط التأمين. هنتكلم عن ايه انواع التغطية يعني من الاخر. تعالوا نشوف مع بعض اكتر انواع التغطية شيوعا الموست كومن. ده مش كل انواع التغطية اللي التأمين بتعملها، يعني دي مش كل عروض التأمين من الاخر. التأمين بيغطي كذا قضية او بيغطي كذا حالة، ده اكترهم انتشارا يعني. ماشي. اول حاجة التأمين العام، يعني general coverage زي ما هو هنا مكتوب general liability coverage. التأمين العام ده بيتمثل في ايه؟ انت بتأمن على موظفيك، لو الموظفين بتوعك رايحين موقع معين، الادوات بتاعتك رايحة موقع معين، فانت بتأمن على سلامتهم يعني، فده التأمين العام سهل وبسيط. ماشي. تاني نوع من انواع التأمين تأمين اخطاء اسمه errors omissions coverage. ده التأمين الأخطاء أو السهو. يعني إيه؟ يعني لو كان الطرف التاني بيؤدي شوية خدمات مهنية زي تصميم، زي بنا، زي صيانة، زي تعامل مع معاملات عملاء أو كده، فوارد يحصل منها أخطاء، وارد أسلم مستند العميل غلط، وارد أعمل لون في البنا مش صح، أصمم حاجة مش صح، فده من أنواع التغطية اللي التأمين بيغطي عليها. تالت حاجة هي تغطية الخصوصية أو الشبكة. لو كنا إحنا في مشروع بيتعامل مع بيانات شخصية أو بيانات عملاء أو بياناتي أنا، فهنا شركة التأمين بتغطي الجزء ده، إنه ما يحصلش أي شكل من أشكال تسريب للبيانات دي، ولو حصل تسريب للبيانات شركة التأمين بيبقى أوريدي حاطة مبلغ تعويضي. دي فايدة شركة التأمين، بتبقى حاطة مبلغ أعلى من المبلغ اللي ممكن البيع كان يدفعه لي أصلا.
رقم 4 تغطية إعلامية. لو احنا بنتعامل مع إعلام، لو احنا بنتعامل مع سوشيال ميديا، احنا public figures او اشخاص مشهورين او فنانين او كذا، وبنتعامل مع الإعلام بشكل عام وحصل انه حصل حاجة غير لائقة في وسائل الإعلام بتاعتنا وما الى ذلك، شركة التأمين بتغطي ده، تبقى هي مسؤولة عن ده. اغلى نوع من انواع التغطية هي تغطية الملكية الفكرية، ده اغلى نوع، انه شركة التأمين تضمن انه فكرتي تبقى فكرتي وتفضل فكرتي، محدش يسرقها، ولو حد سرقها هي بتعوضني بشكل ما. ده الجزء تبع التأمين، سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجة. ندخل بعد كده على البند تبع الموتيفيكيشن اند ويفر او التنازل والتعديل. يقول كده انه التنازل والتعديل عامة هما مختلفين يس عن بعض، بس هما وجهين برضو لنفس العمل. تعالوا نقرأ كده مع بعض ايه اللي مكتوب. انه لن يعمل فشل او تأخير او مسار اخر للسلوك من جانب اي من الطرفين في ممارسة حق او سلطة او تعويض موجب هذه الاتفاقية على انه تنازل عن هذا الحق او السلطة، ولا يجوز لاي ممارسة فردية او جزئية او كذا 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 استبعاد حق او سلطة او تعويض اخر. بمعنى ايه؟ بمعنى انه طرف من الطرف قرر بإرادة حرة انه يعني انه مثلا هنلتزم بواحد اتنين تلاتة اربعة، فيما عدا ذلك انا بتنازل عن اي حق تاني، يعني انا بتنازل عن اي تعويض او عن اي حق تاني لو صدر من الطرف الاخر مثلا ان هو جاب لي اللبن متأخر يومين، عادي انا هتنازل عن حقي في ان انا اطالبه باي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده، مفيش مشكلة. ده اسمه التنازل بمعنى اصح. فايه هو التنازل؟ التنازل يعني انا بتنازل عن حقي في حاجة، أنا بتنصل من حقي في حاجة معينة. من الآخر، تنازل أحد الطرفين من خلال سلوكه أو كده عن أوجه القصور في الطرف الآخر. أنا بتنازل عن حقي لو الطرف الآخر قصر في حاجة معينة، أنا بتنازل إنه أنا أطلبه بحاجة. ده التنازل بشكل بسيط. الموتيفيكيشن أو التعديل، علشان برضو أنتوا تبقوا مش متلخبطين في الحتة دي، الموتيفيكيشن أو التعديل معناها إنه بحط جملة تقول انه ممكن يتم تعديل اي بند من بنود الاتفاقية مثلا لو حصل 1 2 3 4، ببساطة شديدة. عشان كده بنقول ان اللانجوج واللغة في الجزء ده مهمة، مهمة فعلا جدا 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 جدا. ده الجزء الخاص بالموتيفيكيشن والويفر، مش جزء كبير خالص، هو جزء بسيط مش هياخد منكم وقت كبير. ندخل على الجزء اللي بعده، هو تقريبا اخر جزء معانا في المحاضرة، وهو الـ reputation او التحكيم. يعني ايه بقى يا جماعة التحكيم؟ تعالوا كده نروح مع بعض. except، لازم نبقى عارفين الاستثناءات في كل حاجة. except the industries like construction where a reputation closure are the norm. A reputation closure is still a matter of personal preference. يعني ايه؟ يعني انا هستثني من ده قطاع البنى ماشي، او الصناعات زي البنى، هنستثنى من ده قطاع البنى والتشييد. عامة جزء التحكيم جزء شخصي جدا ونادرا ما بيتحط. يعني ايه تحكيم؟ يعني انا وانت بنتفق على طرف تالت يحكم ما بيننا في النزاع قضائي او قانوني لو حصل حاجة. الطرف ده يعني ما بيبقى هيئة معينة، هيئة قانونية، هيئة قضائية، قانون دولي، قانون محلي، احنا بنتفق على ده سوا. غالبا الناس ما بتعملش كده، ما بتحطش فكرة التحكيم دي في العقد، خصوصا لو العقد مكتوب كويس، يعني الا في الصناعات بتاعة البنى. صناعات البنى ده بيبقى شرط اساسي في البنود وفي العقود تبع البنى، وطبعا دي بتبقى حاجة الزامية سوري اختيارية مش الزامية. وطبعا فكرة التحكيم والقواضي وان انا اقول انه خضع للتحكيم والحاجات دي كلها هي شوية ريسك، لانه هي مش بتخليك مركز في باقي البنود، وكأنه القانون والهيئات القضائية هما اللي هيجيبوا لك حقك، فانت مش محتاج تكتب علاجاتك، مخاطرك، تأمينك، مش محتاج تعمل ده غلط. طبعا القانون اكيد هينصفك ويجيب حقك، بس بعد كام سنة؟
فعشان كده الريبيتيشن عامه او جزء التحكيم مش بياخد مجهود كبير واحنا بنكتب العقود، وفي ناس كتير ما بتكتبوش اصلا لان اوريدي بنبقى اوريدي احنا خاضعين للقوانين، اوريدي احنا كاتبين حاجات مشابهه في بنود تانية، فمش بنعمل جزء اسمه التحكيم. لانه حتى قرايه الجزء التحكيم ده بيدي شعور ان احنا مخونين بعض يعني من الاخر. ولكن هو تاني هو جزء تفضيلي مش الزامي في العقد، ودي من البنود التفضيليه جدا في العقد الا في صناعات البنى، ودي حاجه اساسيه نبقى عارفينها. احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا، فيعني thank you so much for watching والlistening للمحاضرة. انا بنصحكم انكم تلخصوا المحاضرة قد ما تقدروا، تمسكوا بند بند تشوفوا الشروط اللي بيقوم عليها البند، تشوفوا الاستثناءات وتشوفوا الامثلة اللي على البند والتعليقات على الامثلة. اعملوا كده في النوت بوك بتاعتكم التلخيص بالشكل ده، هينفعكم جدا وهيفيدكم جدا. thank you so much واشوفكم في اللايف سيشن ان شاء الله. Thank you.